الفنان الكبير محمد ممدوح قدم لينا أدوار كبيرة وكتيرة كلنا حبيناها، بس انتم شايفين دور اللي نعتبره النقلة الحقيقية يعني طول مشواره الفني. لو انت ما تعرفش الحكاية تعال وانا اقولها لك. انا عبدالله محمد وده برنامج يا خبر. يعني انا مثلا شايف ان النقلة الحقيقية في مشوار محمد ممدوح كانت في إبراهيم الأبيض وبيبو وبشير. في الفترة دي فنان محمد ممدوح كان ساعتها بيعمل عرض اسمه قهوة سادة. على فكرة مسرحية قهوة سادة طلعت ممثلين ونجوم مهمين أوي في مصر في الوقت الحالي، زي الفنان محمد ثروت، الفنان عمرو عبد العزيز، الفنان هشام إسماعيل، والفنان الكبير محمد سلام، وآيات نجدي، وشيماء عبد القادر، ومريم السكري، وحسام داغر، وشادي عبد السلام، والفنان الكبير حمزة العلي، والفنان محمد فراج، والفنان محمد فاروق، والفنان محمد عبد السلام، والفنانة دعاء صادق، والفنان والمطرب أمير صلاح الدين، والفنان محمد فهيم. الحكاية كلها تحت إخراج المايسترو الكبير خالد جلال. أنت متخيل إن مسرحية واحدة فيها كل النجوم دي؟ وأكتر كمان محمد ممدوح أو تايسون كان ساعتها ليه شعبية كبيرة قوي. جه المخرج مروان حامد واتفرج عليه، وتاني يوم المساعد بتاعه كلمه وقال له إن مروان حامد عايزك في فيلم إبراهيم الأبيض. الفنان محمد ممدوح فرح جدا وسأله إيه هو الدور اللي أنا هعمله؟ قال له إنك هتعمل دور ابن الفنان الكبير محمود عبد العزيز في فيلم إبراهيم الأبيض. طبعا كانت مفاجأة كبيرة عليه إنه هيعمل دور ابن الفنان محمود عبد العزيز الله يرحمه، وقال إن لقائه الأول بالفنان الكبير الأستاذ محمود عبد العزيز ما يتنسيش. المخرج مروان حامد خده من إيده وقام مدخله على الأستاذ محمود، كان قاعد بيلعب في دقنه وبيتمتم بكلام من الشخصية دور عبد الملك زرزور، عايش الحالة بنسبة كبيرة جدا، وإنه ما كانش عارف هو بيقول إيه بس شكله بيقول كلام من الشخصية. فدخل مروان حامد وشاور عليه وقال له عبده ابنك، رفع عينه كده وبصله وقام ضحك قوي. الفنان محمد ممدوح ساعتها ما فهمش في إيه، طب هو بيتريق عليا ولا في إيه بالظبط؟ بس فهم بعدها انه مبسوط لانه كان عاجبه شكله والفيزيكال بتاعه لايق قوي على الدور. ممدوح ساعتها كان هيموت من الرعب، بس طريقه الاستاذ محمود معاه كانت عظيمه، قدر يحتويه ويخلي الموضوع يعدي عادي، احنا جايين نتبسط ونستمتع ونشوف شغلنا، وما دام انت مركز يبقى هتعمل الدور شكله حلو. هنا ممدوح خد ثقه كبيره قوي. وفي مره قاعد الفنان محمد ممدوح مع الفنان خالد كمال، وبعد ما خلصوا المشهد راح رامي عليهم الفنان محمود عبد العزيز افيه وقال لهم انتوا ممثلين حلوين قوي وشاطرين كمان. قال الكلمتين دول وراح ماشي. ممدوح فنان كبير ومن الناس اللي اتمرمطت بجد لحد ما وصل للي هو فيه، يعني ما كانش باباه منتج ولا والدته فنانه معروفه. لو عجبتكم الحلقه قولوا لنا رايكم في الكومنتات، وقولوا لنا ايه اكتر دور بتحبوه للفنان محمد ممدوح، وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك كمان، وعلى قناتنا على اليوتيوب، وفعلوا زر الجرس. اعد واقدم لكم الحلقه عبد الله محمد، ومنتجها لكم احمد غزال. برنامج يا خبر مسرح نهاد صليحه. سلام.